السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الأول الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. زي ما احنا شايفين كده النهاردة بنكمل الجزء الثاني بارت 2 من يونت كام 3 إن شاء الله. هنشرح النهاردة lessons 3 and 4، والوحدة طبعا اسمها different people، ناس مختلفة في الشكل يعني. تعالى نبدأ نشوف أول حاجة الكلمات. طبعا كالعادة بلوك بوست، بلوك بوست، هيستوري، هيستوري، بنتينج، بنتينج، سويمينج، سويمينج، دروينج، دروينج، ريدينج، ريدينج، هيستوري، هيستوري، بنتينج، بنتينج، توايس، توايس، ويب سايت، ويب سايت، تشيلدرنز ستوري، تشيلدرنز ستوري، وندرلاند، وندرلاند، بليس. سوري يا شباب، information الأول، information، place، queen، heart، heart، shout، shout، clever، clever، sensible، sensible، famous، famous، strange، strange، character، character، scary، scary، angry، angry، story، story، again، again، main، main، nice، nice، funny، funny، different، different، rabbit، rabbit، late، late، brave، brave، busy، busy، diary، diary. هنا في عندنا يا شباب prepositions، حروف الجر، and expressions، وبعض التعبيرات اللغوية. زي عندنا كده tell about، tell about، زي ما اقول لحد كده tell me about your مثلا school، the queen of hearts، the queen of hearts، shout at، shout at. طبعا ملكة القلوب دي موجودة في قصة كده كرتون اسمها أليس في بلاد العجائب، هنشرحها النهاردة. frightened of، frightened of، at the end of، at the end of، learn from، learn from، learn from. Do mess, do mess. Happy about, happy about. At home, at home. Write stories, write stories. Be able to, be able to. Find different places, find different places. Words and opposites, كلمات وعكسها يا شباب. Busy, عكسها free. Brave, coward. Brave, coward. Clever, stupid. Clever, stupid. Late, early. Late, early. Different, the same. Different, the same. Interesting, interesting. Boring, boring. Interesting, boring. أول جزء عندنا النهاردة يا شباب في الريدينج كان عندنا ريدينج بتاع ليسن 3، بيتكلم عن ولد اسمه يونس. هاي، ماي نيم از يونس، اي هاف جوت شورت دارك كيرلي هير. يونس بيكلمنا عن نفسه في المدونة بتاعته أو صفحة الإنترنت بتاعته، بيقول ماي نيم از يونس، اي هاف جوت شورت دارك كيرلي هير، أنا عندي شعر قصير أسود ومجعد. اي ليف إن ألكسندريا وذ ماي مام، داد، أند تو براذرز. أنا أعيش في اسكندرية مع أبي وأمي واتنين إخوات بنين صبيان يعني. My favorite school subject is history. المادة المفضلة عندي التاريخ. I love learning about the past. بحب أتعلم عن الماضي. I like math and science too. وبحب أيضا الرياضيات والعلوم. I don't like art. بحبش الرسم. Because I'm not very good at drawing or painting. عشان أنا مش كويس أوي في الرسم أو التلوين. I often play sport after school. غالبا بلعب رياضة بعد المدرسة. My favorite sport is basketball. اللعبة الرياضية المفضلة عندي هي الباسكتبول، كرة السلة. I'm good at it because I'm tall and I can jump high. أنا كويس في السلة لأن أنا طويل القامة وأستطيع أن أقفز أقفز عاليا. Jump high، أقفز عاليا. I like swimming too. بحب السباحة أيضا. I go swimming twice a week. بروح السباحة مرتين في الأسبوع، فكلمة twice يعني مرتين. At home في البيت I like reading and playing video games. أحب أقرأ
والعب فيديو جيمز زي البابجي والحاجات دي. I don't like watching TV. ما بحبش اتفرج على التلفزيون. I think it's boring. اعتقد ان التلفزيون ممل. هنا تعريف كلمة بلوج بوست او بلوج يا شباب. بلوج is a website. البلوج عبارة عن مدونة عبارة عن موقع on which someone writes regularly. ان الواحد بيكتب عليه بانتظام. زي بالظبط كده صفحات الفيسبوك بتاعتنا. It's like an online diary. اكنها ايه مذكرات بس اونلاين. كأنك تكتب مذكراتك بس ايه اونلاين. تعال نشوف عندنا الجزء الثاني برضو من ليسن 4 هنا. بملخص لقصة اسمها Alice Adventures in Wonderland. مغامرات أليس في بلاد العجائب. باي لويس كارول. لويس كارول ده شباب كاتب انجليزي الجنسية. هو اللي ألف القصة ديت. اسمه لويس كارول. Alice's Adventures in Wonderland is a famous children's story. يعني قصة مغامرات أليس في بلاد العجائب دي قصة أطفال مشهورة جدا. Alice's adventure begins when she goes to Wonderland. القصة بتبدأ أو المغامرات بتبدأ begins يعني يبدأ عندما تذهب أليس إلى بلاد العجائب. Alice thinks that Wonderland is interesting. أليس كانت شايفة أو تعتقد أن بلاد العجائب دي شيقة. But it's a strange place. لكنها مكان إيه غريب. She is a sensible girl. هي بنت عاقلة رزينة حكيمة يعني. But she doesn't understand Wonderland. ما كانتش قادرة تفهم ايه طبيعة المكان اللي اسمه ايه Wonderland او ارض العجائب دي او بلاد العجائب. Alice is also brave. شجاعة. And clever. وذكية شاطرة. She meets a lot of interesting characters. وقابلت شخصيات شيقة كتيرة جدا في القصة. Alice often sees the white rabbit. غالبا في القصة طول الوقت بتشوف قدامها white rabbit. أرنب لونه أبيض زي اللي تحت ده كده. The white rabbit is very busy. دايما مشغول. And he is usually very late. ودايما متأخر عن مواعيده. زي ما هو كده ماسك هنا الساعة في ايديه كده. He always runs fast. ودايما بيجري بسرعة قدامها بتلحقش ايه تتكلم معاه. The Cheshire cat is a funny animal. هي بتقابل قطة اسمها Cheshire cat. ده نوعها يعني. اللي هي من أنواع القطط اللي هي funny. مضحكة باستمرار. He has got a big smile. And he is very friendly. اللي هو عندنا الشكل اللي عندنا تحت هنا ده يا شباب. القطة دي فريندلي يعني قطة ودودة باستمرار بتضحك وتحب تلعب مع مين؟ مع أليس. He tells Alice about Wonderland and he helps her to find different places and characters. كان دايما بيتكلم مع أليس ويقول لها على أماكن مختلفة في بلاد إيه العجائب. ده مين دوت؟ تشيتشر إيه كات. The Queen of Hearts ملكة القلوب اللي هي الصورة دي يا شباب. Is not very nice. مش لطيفة. She is a scary person. شخصية مرعبة. She is always angry. دايما غاضبة. And she shouts at people. دايما تزعق في وش الناس. تصرخ في الآخرين. Alice is brave. لكن Alice شجاعة. So she is not frightened of her. لك عشان كده هي مش خايفة منها أبدا. At the end of the story. في آخر القصة. All the characters help Alice so she can go home again. كل الشخصيات بتحاول تساعد Alice عشان ترجع لمنزلها مرة تانية. طبعا هنا في ملحوظة صغيرة. Alice is the main character in the story. يعني ايه main character؟ الشخصية الرئيسية. ودي الشخصيات اللي هي بتقابلها فين؟ في Wonderland بلاد العجائب. تعالى عندنا نشوف الجرامر بتاع النهاردة. جرامر سهل جدا يا شباب. هو استخدام كلمة like او likes. enjoy enjoys love loves. وبعدهم ان ايه جي. طبعا like يحب وenjoy يستمتع ولوف برضو يحب. هذه الافعال لو جت في اي صيغة يعني like او likes او liked enjoy enjoyed enjoys love loved loves كلهم بعدهم ان ايه جي. تعالى عندنا نشوف ازاي نستخدمهم بثلاث طرق. الاثبات والنفي والسؤال. تعالى نشوف الاول الاثبات زي كده. لو الفاعل جمع I, we, you, they يجي بعديهم مصدر زي like و enjoy و love. طبعا بعديهم هيكون فعل تاني اخر ان ايه جي. اما لو الفاعل مفرد he او she او it يبقى بعدي likes, enjoys, love. تعالى نشوف أمثلة على الجمع زي كده عندنا. I like playing tennis. حب ألعب تنس. هنا like جاية مصدر عشان I جمع. أما لو خلينا عالي مثلا زي كده يبقى عالي likes playing tennis. لاحظ ان like أو likes بعدهم ing. ممكن نستبدل like و likes بأي فعل من دول. نقول عندنا enjoy أو love. في النفي عندنا يا شباب بننفي بكلمة don't أو كلمة إيه doesn't. طبعا don't مع الجمع. doesn't مع المفرد. وخلي بالك ان don't و doesn't بعدهم كلهم مصدر في الحالتين زي بعض زي ما قلنا برضو في اول واحده خالص. وبرضو بعد كلمة love و enjoy و like ing زي كده بالظبط.
I don't enjoy watching TV. أنا مش مستمتع بالفرجة على التلفزيون. طب لو مفرد يبقى علي doesn't enjoy watching a TV. لاحظت هنا enjoy مصدر وبرضه هنا مصدر عشان في don't و a و doesn't. أما لو أكون سؤال زي ما قلنا في نوعين من الأسئلة في اللغة الإنجليزية، نبدأ السؤال بكلمة هل اللي هو كده، هنبدأ ب do أو does، وبعدين الفاعل حسب بقى مفرد ولا جمع، وبعدين like و enjoy و love وبرضه ing زي كده بالظبط. Do you love swimming؟ هل تحب السباحة؟ فقال له yes I do أو no I don't. طب لو مفرد يبقى does. Does علي love swimming؟ Yes he does أو no he doesn't. أما السؤال الثاني سؤال بأداة استفهام، بنبدأ بأدوات الاستفهام زي كلمة مثلا what، وبعدين برضو do أو does زي الفوق بالظبط كده، والفاعل ولايك وانجوي ولاف ثم ing زي عندنا كده. What do you like playing؟ تحب تلعب إيه؟ فقال له I like playing tennis، أحب ألعب تنس. طب لو مفرد الجملة يبقى what does Mona enjoy doing؟ Mona بتستمتع بتعمل إيه؟ She enjoys reading stories، بتستمتع بقراءة إيه؟ القصص. إذن القاعدة الأساسية كل ما تشوف like أو likes enjoy enjoys love loves لازم يكون بعدهم إيه؟ فعل آخره I N A G، فعل آخره I N A G. كده يا شباب الحمد لله خلصنا الجزء الثاني من الوحدة الثالثة اللي هو lesson 3 و 4. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون بقية الوحدة كلها كاملة بإذن الله. فكركم هنبدأ نحل إن شاء الله مع بعض كل وحدات كتاب جيم وكتاب المعاصر وكتاب بيت باي بيت إن شاء الله. أتمنى يكون الفيديو مفيد لكم، أتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.